شكرا مهند الجالي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أحبتي الأكارم متابعينا مشاهدينا، أهلا وسهلا بالجميع معنا إلى أول مباراة في المربع الذهبي لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لهذا الموسم 2020-2021. من يخلف النادي البرتقالي نهضة بركان المغربي على عرش التتويج بلقب هذه المنافسة، وما تبقى من فرقها التي تتنافس عليها سوى أفريقي، ولمن مثل الجزائر أفضل على الصعيد القاري. إنها أيتها السادة الكرام شبيبة القبائل التي تلعب في مباراة اليوم بأسامة بنبوت في المرمى، على اليمين أحمد كروم، على اليسار محمد عن نهايات كأس أمم نهايات الكؤوس الإفريقية منذ التتويج. استلم المشوار وكرة عرضية ولكنها تمر إلى ركلة مرمى. عاد زكي بولحية، فرصة خطيرة وجول وجول. لا 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 ما بين بطلين، ما بين زعيم كأس الكاف وآخر ما توج بلقب بن شريف والعرضية، لكن المتابعة تأتي من الحسن. ما مذكر الماضي، كرة هدف أول يا بن شريف، عرضية خطيرة. واو 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 يا خطيرة الفرصة، مرت لسيبيري سانو 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 البوركينا، فرصة خطيرة للحسن مامود والارتقاء وتوج بها. خطيرة 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 خطيرة، الكرة للشبيبة ضاعت، مرت خطيرة بن سايح ويصل حارس المرمى نارسيس نيلنت. سانو ضيعها أمام الصلابة، وتميز من أحمد كروم. هي هي الشبيبة، هي هي الشبيبة، عرضية وسهلة لنارسيس نيلنت. خطيرة، هي جول هي جول هي جول هي جول بشيرة جول. لا لا لا، تسديدة كانت تحتاج إلى أكثر دقة. شعرة شعرة يا بن كرة وعبقا، جوبا وقاسي، كرة عرضية خطيرة بالراس الدفاع. جول جول جول، غريبة، يا سلام لو تكون في المرمى. كان تسديدة بعد المدافع. أي أي رياضة منات، خطيرة هذه الكرة، أول في المباراة للقطن الكاميروني. راسية لا ترحم من لامبارت، أرينا الهداف يمضي من أول فرصة الهدف الأول في المباراة للقطن الكاميروني. أرينا الهداف، رابع أهدافه في هذه المنافسة لامبارت أرينا. لما كن لتوي احذروا ما غبت تضيع الفرص والأهداف من أول فرصة على المرأة. اللدغة لدغة القطن الكاميروني، هكذا الراسية في مرمى وسهل التي وجدها أمام الشبيبة في لقاء الذهاب، والهدف الذي سجله بدر الدين سوياد في دقيقة 88. مامودو وحده وحده ووراءه مهاجمين، دفاع خطيرة. أي 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 الشبيبة تسجل التعادل يا الشبيبة، التعادل على طريقة من أن الفار لا يلغي الهدف لأنها فيها ريحة نعم 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 نعم. إذا ألغي الهدف في موضع التسلل. آه يا مالك، آه آه يا الأخطاء يا مالك، يا رايح في هذا المكان. أتوقع مع بداية الشوط الثاني وهذه اللدغات عرضية راسية تأتي في النهاية مبعدة، جيبها يا مالك، والكرة العرضية دين أنت البدر يا سياد. نزلت لجوبا وقاسي والحارس، وجول 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 وجول. الشبيبة تعادل، الشبيبة لا تعرف إلا للشباك طريقا، لم يكن البدر بدر الدين، وإنما من رافق البدر كان بدرا، ومن رافق البطل كان بطلا، ومن تقمص ألوان البطل. اسم الشبيبة بفخامته يكفي. بدر الدين سياد، وكرة إلى ركنية، ركنية بعد من البطولة الجزائرية، كرة مبعدة ولا زالت لبنشي القبائل.
وكرة عرضية خطيرة للفريق الكاميروني وفرصة حذارية فرصة القطن الكاميروني لكن في ثانية رائعة أخرى لرضا بن سايح. رضا وبوعلي والكرة يبعدها الدفاع ويش الذي خطف الأرقام يأتي الهجوم ويمنحنا